صباحكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم وانتو سعيدين في متابعتكم ونتشرف في مداخلاتكم لأي جزئية في حلقة اليوم. البداية خلونا نرحب في ضيف حلقتنا لاعب منتخبنا السابق ونادي العربي السابق الكابتن خالد الغدوس، حياك الله معنا في وانتو. يا هلا فيك، وانا سعيد صراحة بوجودي معكم اليوم. حياك الله روادنا، نصبح عليكم. احمد عجب نقول لك الحمد لله على السلامة وحياك الله. الله يسلمك يا ابو محمد، وارحب بمشاهدينا الكرام رواد برنامج وبخونا وحبيبنا ابو ضاري خالد عبد الغدوس. شنو الحركة؟ شنو الحركة؟ ليش قاعد تسوي لي كذي؟ قلت له تطيح كنا. لا قول 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 ايش قصدك؟ يمثل؟ هو يمثل يمثل ما في روح تعال، بس الأمانة ابو ضاري من الناس اللي تعلمنا منها، احنا لما صعدنا فريق اول كان من الناس اللي يعني كبار بالفريق، استفدنا منه يعني، كان من الناس اللي يكلمونا اللي يهتمون فينا، استفدنا منه خلقا يعني اخلاق، صاحب اخلاق عالية الأمانة. فالله يعطيك العافيه على كل شيء سويته لنا. اي والله يا ابو ضاري. ايضا رحب في محمد سهيل احد رواد برنامجنا وانتو، حياك الله. مرحبا فيك، صباح الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين وعلى ابو ضاري حبيبنا والغالي. ابو ضاري يمكن ما يدري تيشيرته بنهائي كاس العهد ضد خيطان اللي فزت 3-0، التيشيرت ماله عندي الحين موجود. لا مو لحين، خلاص راح صار اصفر، باع بسر سوداء، بس للحين عنده وحتى التواقيع موجوده. للحين تيشيرته عندي والله، اذكر اني خذيته من نادي العرب، رحت للمسيره كانت مسيرات، رحت نادي العرب واخذت منه تيشيرت. انت عرباوي ولا غتساوي؟ قبل عرباوي. والحين الحين لا خلاص، خفت على نفسي من الضغط السكر ضغطه. ايضا رحب في احد روادنا ومحللينا المميزين محمود ديحاني. يا هلا ابو محمد، صبح عليك اكيد وعلى الساده المشاهدين. سعيد تواجد اليوم اخوي خالد عبد الغدوس من نجوم مميزين امانه داخل الملعب خارج الملعب خلقا، تحمد بالسلامه حق ابو سعد اليوم وجوده ايضا معانا اضافه كبيره اكيد. كحال اخوي محمد السهيل، وان شاء الله الجمهور يستمتع في هذه الحلقه كعاده حلقاتكم يا ابو محمد. كونك غتساوي سعيد في تواجد خالد الغدوس لان عرباوي اكيد، بس الاداء الكروي ايام ما كان بالعربي لا الحين حياه الله يقول. اكيد مشاهدينا مثل ما عودناكم ندردش مع ضيفنا الاسئله المعتاده، ميولك الاوروبيه خالد؟ مدريد يعني. ليش شجعت ريال مدريد؟ والله من زمان يعني ايام راؤول، يعني انت كنت من العب سبعه ساعات من عربي راؤول ينادوني راؤول، فكنت اشجع مدريد ومع الهبه يعني وقتها مدريد دوري ابطال بطل دوري نادي راؤول زيدان الظاهره نادي كله نجوم، فبدايتنا كان طالع الدوري الاسباني فصرت مدريدي. نعم قلت ان قدوتك العالميه كان راؤول، المحليا هما كانوا يعني راؤول، لأنك كنت تشجع مدريد فالناس كانوا يقولون برا مدريد من غدوتك. داخل محليا غزل. لا انت تقول لك حتى عالميا عندي لاعب ثاني. عالميا انا كنت احب هنري، انا كنت وايد احب نفس عدد شابه يعني. بس انا احلى كنه صح. طبعا محليا الفارس الاسمر فتحي كمينه. كل رقم سبعه انت وياه؟ كل رقم سبعه يعني على ايام فتحي وانا كنت صغير الله يسلمك كسرت لجات البيت، فتحي كمين وبالصاله وكسر الليل. كلها طاير ها؟ مع تعليق صوت الحرمان. منو اكتشف خالد الغدوس؟ دخولي للنادي كان صدفه صراحه، انا يمكن عمامي اغلبهم لاعبين كره اليد، اغلبهم يشجعون نادي القادسيه. صحيح. ليش عمامي؟ ابوي قدساوي، يعني انا اذا ابوي حضر المباراه العرب القادسيه اذا قول القادسيه يقول هي يشجع، واذا انا قولت ولا سويت شيء يشجع، فقالوا لي تايب حدد موقفك تكفى خلينا نركز معاك، احنا بنركز بنعرف انت شنو وضعك يعني. قال والله شوف انا اشجع القادسيه واشجع ولدي. فانا كنت وخوالي كانوا يشجعون العربي، فصدفه ابوي عنده مباراه كره يد وديه مع نادي العربي خيطان العربي، صارت نادي العربي، فرايح معه كالعاده ان اروح اطالع مباريات اليد، فبدش الملعب كان يقول لي تعال انت مو تحب كره قدم، اذيتنا مكسر علينا الليتات في البيت، مكسر البيت علينا، يلا روح هذا الملعب وروح تمرن يعني. وصدق رحت مره تمرنت بجنز يعني وقتها اول. ومن يومها تحت اي مرحله كانت؟ 12 سنه 92 هذا الحكي بعد التحرير يعني 92. ومن يومها دخلت، وطبعا كان موجود وقتها مدير قطاع الناشئين الحين رجع نادي العربي يعني خالد القبندي، وقتها طبعا اللي استمريت معاه
واللي تعلمت منه الكثير يمكن ابو سعد يعرفه دراغان طبعا يعني علمني شلون اصير لاعب كره قدم. زين بضاري بما ان ما شاء الله والدك احد من احد اساطير كره اليد في الكويت وعمامك والدك اسماعيل عبد القدوس وعبد الخالق عبد القدوس وعيسى عبد القدوس الجيل الذهبي لكره اليد الكويتيه، ليش ما رحت لكره اليد ولا ما كانت في يعني موهبه؟ لا انا كنت شوف انا كنت احب كره اليد وانا اعرف يعني حتى اعرف قوانينها وكنت من المتابعين حتى لما دخلت فريق القدم ولعبت لاعب فريق لعبت منتخب الكويت كنت احضر مباريات الدوري واعرف قوانين طبعا اعرف قوانين كوني انا بعد معلم تربيه بدنيه فاللعبه وايد كانت قريبه مني وايد كنت اعرف امارسها ترى يعني حتى كنت عند ربعي لاعبين كره اليد فكنت ساعات لما يلعبون يتمرنون ادش امارس اللعبه واعرف لكن سبحان الله يعني كذي انا قلت لك من صغري حبيت كرة القدم وكنت أتابع مبارياتها مع أني كنت أحضر كرة اليد أروح الصالة لكن كرة القدم شوي شدتني يعني يمكن عمي جبار كان لاعب كرة قدم نادي الكويت كان يعني صحيح واتجهت ودائما عمامي كانوا يقولون شوف خالد من صغري لا تروح كرة يد خليك قدم لا تروح يد القدم فهي تقول ليش؟ يقول الأضواء مظلومين الأضواء دائما تكون على لاعب كره القدم. نعم بضاري في لحظه رياضيه مو بس عشاق كره اليد يذكرونها كل متابعين كره الرياضه بشكل عام بالكويت يذكرون اللحظه اللي سجل فيها والدك الكريم عم اسماعيل هدف ما يعني ما ينسى خالد في ذهن كل متابع طبعا تذكر الهدف كان اي طبعا لا طبعا الهدف لا سالفه وقتها يعني هو باقي دقيقتين او دقيقه ونص والكويت فارقين فرق لا لا باقي ثواني قبلها شلون صارت يعني ايه باقي دقيقتين او دقيقه ونص والكويت فارقين فرق ثلاثة يمكن والتعادل مو من صالح منتخب الكويت كرة اليد لازم كنا نفوز فغلط مرة عم إسماعيل وصار فرق واحد حق الكويت وباقي 30 ثانية الكرة معه غلط بالباص انقطعت وردت مرة ثانية جول علينا صار فاول نص الملعب خذاها بالقوة قال خلوها من نص الملعب أحمد يعني ما أتوقع نص الملعب أنت تبي واحد يجي يشوت علي صحيح من كرة اليد خلنا نرجع لكرة القدم مع شغتنا ونشوف وياك نشوف معك الفيديو عليها طويلة توصل إلى خالد عبد القدوس وخالد الكرة معاه ويلعبها خالد عبد القدوس بالذهبي يخطف كأس البطولة السادسة البديل الناجح اللي شارك في الشوط الثاني والعربي هدف خالد عبد القدوس الذهبي في نهائي كأس سمو ولي العهد ضد السالمية أكيد له ذكرى خاصة بالنسبة لك طبعا هذا الجول يعني ايش اقول لك لما تجي بطوله انت وملعب جماهير النادي العربي وانت تحس انك انت اللي سويت شيء خصوصا انا وقتها يمكن عمري ما كملت 19 سنه وبديل طبعا سالفه بديل انا ما كنت قلتها ذاك اليوم مع ابو عائشه كنت قبل مباراه مدرب بفارنك كنت انا واحد موسى بالغرفه قاعدين دش علينا بفارنك كان يقول لي خالد ايش قاعد تسوي؟ قلت له ايش قاعد اسوي؟ قاعد يا احمد موسى قاعد اسوي لا 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 خلي احمد موسى يريح وانت عادي سوي اي شيء شلون اي شيء؟ انا شنو؟ بلعب انا اوكي حتى الاحتياط بس يمكن العب يعني لازم اركز يعني شلون يعني؟ قال لا 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 تأذي احمد موسى احمد والله قال لا تأذي احمد موسى خليه يرتاح زين وانا شنو؟ المهم لعبنا المباراه وانزل نزلت الشوط الثاني واحمد قول يمكن بالدقيقة 94 شيء على صالح مهدي قال التعادل ولعبنا والله اني اذكر كانت دقيقة 13 يمكن باقي دقيقة ونص شيء كذي 13 الشوط الاضافي الثاني كان اقول حق اسامة قلت له اسامة الحمد لله وصلت بالانتهاء 900 كان وقتها تبي الصراحة يعني بالمباراة سوى كل شيء بالمباراة السالمية يعني انا قلت حق اسامة الحمد لله انه وصلنا لغاية البلنتيات احمد جاسم بالجول بيشيل لنا ثنتين ثلاث اقل شيء بيشيل راح يشيل كان اسامه يقول لي
خلود جد دش بسرعه دش بسرعه يمكن يتيك. سبحان الله جتني كان قبل. ذكرى جميله. كلمنا عن أسوأ ذكرى كرويه بالنسبه لك. والله أسوأ ذكرى كرويه كانت انا شوف خليني اقول لك شيء. انا يمكن مع المنتخب يمكن خسارتنا احنا طبعا من تصفيات كاس العالم خسرنا منتخب كوريا. تذكر أربعة ها تذكر عدل خسرنا 4-0. والله شوف يعني هذه كانت يعني نكسه لنا. يمكن اللي قالوا كانت المباراه تذكر محمد كان صيف حار لهوب قالوا احنا راح نصيد كوريا لان الجو حار عرفت كوريا واقفين غلبونا 4-0. هذه كانت بالملعب. بس الأسوأ بالنسبة لي أنا خلني أقول اللي بعد برا الملعب إنه لعبنا تصفيات سيدني نعم. ضد المنتخب السعودي فايزين 3-0. انتهت المباراة الناس شايفيني أنا برا المباراة مستانس قاعد أرقص مع ربعي ما فيني شيء نهائيا. رجعنا الاتحاد الباب كان شوي يتحرك كذي كان بشرت بخير حمد طيار قال حق حمد قال له بس الباب بطلب بسرعه مكفولنا بنروح. صار لنا 5 أيام معسكرين بالاتحاد. تخيل بالاتحاد معسكرين مو فندق احمد عارف الاتحاد الوضع يعني. فخلاص ملل وفزنا وانتهت خلصت يعني بنروح الواحد يروح حق اهله. فكان يقول حمد دز الباب شوي. قلت له وخر حمد يرحم والديك انت هذه دز حق الباب خاطر وخر. فالنيشن انا على الالمنيوم الباب فيه سيان كذي فرفست الباب يعني حتى ما كانت رفسه قويه يعني رفست الباب. بس اللي اذكر انه ريلي دش داخل الجام وطلعت كذي سحبت ريلي شوي مستشفى بسرعه مبارك الرازي وكذا. فانا توقعت انه جرح وشق وبسيط الموضوع بسيط وشي. اذكر بالخير الدكتور حسين علم تشيمي سوى لي العمليه وبالله حتى كان يبي يطلع ما زبطته بيطلع بالمستشفى قال لي شايبك انت توني شايف المباراه ما فيك شيء شلون تعورت. قلت له الموضوع 1-2-3 فاصر جزاه الله خير وقتها سوى العمليه زارني اليوم اللي وراه او بعد يومين. فانا للحين ببالي خلاص انا اوكي انتهى الوضع بس انا ببالي متى راح ارد البس التكرمون اللابتشين عشان ابي ارد العب. سدني تعبان طول التصفيات فابي العب البطوله. فدش علي كان يقول لي سولف العمليه كذي والوتر انقطع ربعه وخياط وما اعرف ايش 14 15 غرزه. تخيل مكان صغير يعني خريطه كان تحت بريلي. فعقبها كان يقول لي قلت له متى البس الجوتي لعب. كان يقول لي ابي لك من 4 إلى 6 شهور. ما في اقول لكم انا وقتها شنو صار فيني بس اللي قلت له دكتور لو سمحت انهرت اطلع برا. اطلع برا والله قلت له اطلع برا. اي تبي الصراحه الاولمبياد راح انهيار. اي نشوف معك هالصوره ونبي تعليقك عليها. شنو قصة هالصورة؟ محمد يضحك. هذه الصورة اليوم عدل؟ هذه الصورة اليوم كانت يعني احنا انا لعبت مع فريق وزارة كان عندنا اليوم وزارة التربية الله يسامح احمد ما لعب ويانا. احنا طبعا طبعا اليوم كان في مباراة بين وزارة التربية وجامعة الكويت نهائي دور الوزارات ولعبنا المباراة وصار مشادة بين كابتن اخوي فهد الفرحان واخوي كابتن سعد الفضلي بالمباراة. هو الحكم كان لكن يعني انا بعد المباراة حاولت اني اكون انا محضر خير وصلح بينهم وحاولت اني اصلح وراح فهد لغاية كابتن سعد الفضلي جزاه الله خير وقدرنا نحتوي الموضوع وقدرنا نخلص الموضوع ويكون في اعتذار وجزاه الله خير استقبلنا الريال وقال خلاص ما في شيء حصل وانتهى الموضوع ونظل احنا اخوان. واشكره صراحه يعني انا اشكر اخوي فهد على شجاعته واعتذاره على الموقف اللي صار ككل واشكر بعد اخوي سعد الفضلي على تقبل الاعتذار وعلى استقبال النصره. يحسب لك ان احتويت الموضوع لان اخذ صدى في وسائل الاعلام واخذ صدى تحديدا في وسائل التواصل الاجتماعي انه صار في هوشه وكان في سوء فهم وانك تدارك الموضوع بسرعه ما هي غريبه على اخلاقك مضاري. منو كان حارسكم اليوم؟
الاخ محمد ما ابي اقول لك محمد حارسكم اليوم لان ما ابي اقول لك بس بدعت كم النتيجه كم النتيجه صفر ما ابي كم النتيجه ما ابي 4-1 4-1 لا 4-0 4-1 4-1 انت حارسهم ضفونك الاربع بكل ثقه طالع اليوم يا اخي شخصيه قويه اي والله ما يصير محمد لا شوف انا صراحه لو برشلوني بدق عليك اليوم على يابا بدق عليك كنت زين بالمباراه شلون زين كنت زين يعني وكله تنتقد الحراس وتنتقد نفاس بوفو ماكل اربع بالنهايه عادي يعني وضع طبيعي والله ان شاء الله يسوونك ما شفته اليوم صدق كلمنا بيني وبينك ما راح يسمع في اخطاء لا قول الصراحه قول انا راضي تسبب فيها محمد قول الصراحه انا راضي اربعه يعني اكيد لا لا سعد الله شوف مو بس مباراه اليوم يعني محمد المباراه اللي طافت مو تقول عشان ممدحها رفيقي ما ببدا ما طافت اليوم ثالثه لا المباراه اقول لكم شيء خلينا نغير الموضوع مشاهدينا موضوع حلقتنا الاساسي اليوم عن دوري الابطال لكن امس في خبر خذ صدى في وسائل الاعلام تحديدا الانجليزيه موضوع بوجبا وتبديل البعض قال اصابه طلع مورينيو قال ما هي اصابه انا بدلته حمود نبي تكلمنا عن الخبر شفنا بوجبا والصوره لها تعليقات كثيره وهو حزين بسبب تبديله رايك بما حدث هذه اول مره يكون اليونايتد متاخر بالنتيجه ومورينيو يسحب بوجبا اي مو اول مره طبعا إيه؟ هو تلاحظ يعني المباراه هذه استبدل المباراه إيه؟ اللي قبلها واضح انه كان زعلان زعلان طبعا إيه؟ زعلان المفروض يزعل على مستواه مو على التبديل يعني المفروض يزعل على مستواه بوجبا المباراه هذه استبدل المباراه اللي قبلها على الخط اللي قبلها مع توتنهام استبدل كذلك في علاقه الان متوتره ما بين مورينيو وبوجبا لكن المشاهدين قاعد يشوفون ان بوجبا مو قاعد يقدم حتى ربع من مستواه مع اليوفي فلا يلام المدرب على تغييره يجب ان اللاعب يحاسب نفسه على مستواه اضف الى ذلك مورينيو دائما يحب الشو يحب دائما يحط الخسائر على اللاعبين بشكل مباشر دائما يختار للاعب ويلوم على الخسائر شفنا لوكشو مختاريان مجموعه من اللاعبين كانوا يلومهم على هذا الامر كان يعني الناس تقول لو كنت بتغير بوجبا حتى لو كان مستواه سيء انت بتسحب لينغارد على الاقل اللعبه مكان لينغارد يعني خلى البوزيشن اللي هو اللي يحب يلعب فيه رقم 10 يعني يكون تحت المهاجم لكن كان واضح ان مورينيو بوصل رساله ان بوجبا سيء فلا تلوموني خلال ثلاث مباريات ويبدو ان العلاقه بانهيار يعني يبدو الوضع تصورك ما بعد لانه عندكم اكيد مواجهه في دوري الابطال صحيح فتوقعك انه ممكن يتعدل يحتوي الوضع مورينيو تكون في عوده لبوجبا انا اشك انه في عوده اعتقد بوجبا راح يكون ضحيه لمورينيو خلال شهر او شهرين حتى يتعدل الامر عنده بدائل عوده كارك الان مكتوماي الناشئ لاعب رائع صراحة يستحق ناخذ فرصة بوجبا أصبح عالي على الفريق يعني بوجبا سيء في كل شيء بعيدا عن الأرقام لأن عادة الأرقام مو دائما تعطيك مصداقية ووضع حقيقي صح عنده أسيست عالي صح عنده نسبة باص صحيح عالي لكن وجوده بتسعين دقيقة قاعد تشوف لاعب عالي على الفريق فلا يلام المدرب على سحبه أو ركنه مو أول مرة يزعل على مستوى ولكن من الافضل حتى مشجعين يونايتد اليوم اذا بوجبا مو لاقي نفسه في هذا الموقع او حتى في موقع رقم 10 او ما هي الى هذا الموقع لان تخيل لينغارد قاعد ينافسه وقاعد ياخذ هذا الموقع احسن منه فيبدو ان العلاقه راح تكون فيها توتر اكثر. ابو عجب في تساؤل يفرض نفسه في ما يحدث لبوجبا والعلاقه أنا مورينيو طلع في مؤتمرات سابقه ودافع عن بوجبا ضد سكولز تشوف ان بوجبا يملك امكانيات ولا ماخذ اكبر من حجمه؟ لا شوف بوجبا مع اليوفي كلنا شفناه كان لاعب مؤثر جدا مع انه مع المنتخب الفرنسي ما كان لاعب يعني ما كان لاعب اليوفي بس بونجود قال كلمه قال لك المفروض يعني يعطيه مجال انه يلعب مكان الاصلي اللي هو مكان لينغارد بس هم لينغارد ثلاث اربع مرات طافت كان زين كان ممتاز فاعتقد انه ضحيه راح يطول ضحيه لان تعودنا على مورينيو يكون عنده سبب إيه. بس ما يقدر يضحي فيه لان المواجهات الجايه ضحى بمختاريان لاعب خبره وبوجبا عنده خبره ضحى بمختاريان وجايب سعر ومبلغ مختاريان شفناه مع ارسنال يعني تحرر فبوجبا اذا ما راح يقدم يعني يلعب مكانه الاصلي اعتقد ما راح يستفيد منه ولا شيء يعني بلاش راح تكون فلوس هذه كلها بلاش على الهواء نعم محمد تشوف توظيف مورينيو خاطئ لبوجبا شوف يعني احنا يمكن نعرف بوجبا من ايام اليوفي ان اللاعب اذا تحرر هجوميا يكون افضل، اللاعب اذا كان اقرب للمرمى يكون افضل، ولكن هذا ما يعني انه يخلي بوجبا اللي عنده الامكانيات الكبيره انه يظهر بهذا السوء. يعني حتى لو المدرب اختار لك هذا الموقع انت لابد انك تضحي وتقدم،
يعني مشكلة بوجبا أنه تأثر بالإعلام تأثر بالجمهور، أنه خلاص إن الفكرة اللي خذوها عن بوجبا أنه لاعب هجومي، لاعب كل ما كان أقرب للمرمى يكون أخطر، فخلاص كل ما يكون بأدوار دفاعية ذهنية متشتت يقول لا أنا خلاص لاعب هجومي، فذهنيا ما هو ما يفضي نفسه أو ما يركز على الأدوار اللي يعطيه إياه مورينيو، فبالتالي نشوف إحنا المستوى في آخر ثلاث مباريات من أسوأ لاعبين مانشستر يونايتد. هذا حتى يعني حتى لو إن مورينيو مخطئ إنه ما يعطيك أدوار هجومية، هذا ما مو معناه إنك تطلع بهذا المستوى. يعني أنت النجم الأول، النجم الأول للفريق، مورينيو ما حطك في هذا المكان إلا هو عارف إن أنت قادر تعطي في هذا المكان. شلون ما التزم في أدواره محمد؟ لا، الأدوار الدفاعية، الأدوار الدفاعية. حتى أدوارك في الملعب، لما أنت ما تلتزم غيرك ما يلتزم يكون فوضى بالملعب. أيوة ذهنية مو موجود. ذهنية بالأدوار الدفاعية بوجبا مو موجود. بس في شغلة بوجبا اهتم بمظهره الخارجي. أي والله صحيح. شوف قصات. كل مرة قصر. كل مرة. شوف اللي تبعونه. ما كان هذا مظهره مع اليوفي يعني ومظهره مع فرنسا. الحين بزيادة. خلينا نكون واقعيين، إعلام مانشستر غير عن إعلام اليوفي، يعني إحنا كنا متابعين دوري إنجليزي بشكل أكبر. كل يوم قصة جديدة، كل يوم صبغة جديدة، فلو يركز بالملعب أحسن من يركز بالمظهر الخارجي. خالد لما يكون لاعب عنده إمكانيات وأنت عندك خبرة يعني سابقة سواء دولية أو محلية، وبوجبا عنده إمكانيات والكل يتفق إنه عنده إمكانيات، شنو أسرع طريقة أنه يرجع لمستواه بما أنه يملك إمكانيات؟ هل الحل يكون من اللاعب والمدرب، ولا لا المدرب يريحه ويرجع، أو أنه أنت تشوف في حل آخر سريع أنه يرجع بوجبا اللي نعرفه؟ والحل هذا موجود باللاعب نفسه. اللاعب نفسه هو اللي يقدر، هو اللي يقرر أساسا حتى على مستواه. يعني ما أعتقد أنه هو يعني في رضا داخلي بينه وبين نفسه على المستوى اللي قاعد يقدمه. يعني الكل يجمع أنه مع اليوفي كان شيء ثاني. يعني كان يعني ما ادري هل هو المركز، بس حتى لو انت تكلمت عن المركز، يعني انت لاعب بقيمه بوجبا بالصفقه الخياليه اللي انا اعتقد انه كان في انقسام، يعني وحتى يمكن الاكثر قالوا انه ما يستحق المبلغ اللي اندفع له. يعني هو اكيد يعني هو لاعب 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 مميز، لاعب لا ثقله. شنو المفروض يسوي؟ يعني هو يكون غيور اكثر، يلتزم اكثر بالتدريبات، شوف يركز. يمكن احمد اللي قاله شوي انه هو تركيزه على المظهر، على المظهر الخارجي شوي. انا اتوقع انه هو قاعد يتاثر حتى بالاعلام. يعني انا اعتقد ان هذا شيء ياثر، هذا شيء ياثر على اللاعب. اكيد ما في لاعب ما يتاثر بالاعلام. يعني يبتعد عن المظهر يرجع لمستواه، ولا هذا احد الاسباب؟ مو شوف يعني المظهر يعني هذا شيء بسيط، لكن انا اتوقع انه هو من جرف وراء الاعلام. يعني ممكن تصريح معين او ردود افعال الجماهير تتأثر باللاعب. بالنهاية بشر، يعني عرفت شلون؟ فلازم شوية يعني بشخصيته شوي تقوى، شوي شخصيته يعني يبعد نفسه عن الأمور هذه اللي ممكن يركز بالملعب، خصوصا الحين يدش في تحدي مع نفسه عشان يرجع بوجبا. هذا شيء أكيد. وإذا ما صار في خلاف بينه وبين المدرب، هذا شيء راح يزيد. جاري أحد الوسائل اللي سألت عنها شنو شلون يرجع اللاعب المستوى، استخدمها مورينو، أعطاه إشارة الكابتن فحاول يعزز الثقة فيه، واخذ كابتن مع وجود لاعبين اقدم منه او حتى عندهم سنوات خبره او اكبر، ومع هذا اللاعب تراجع مستواه. فلما سالت شنو احد اساليب عوده اللاعب الى مستواه، كان تعزيز الثقه بنفسه من خلال اعطاء اشاره، اخذ اشاره الكابتن، ولكن مستواه من اسوء. شخصيته ضعيفه جدا. يعني بوجبا يمكن لو يضغط الاعلام عليه شوي فريسه سهله بالنسبه للاعلام، سهل جدا ياثر عليه. بعدين ترى مورينيو ذكي، ما يطق اي لاعب. يعني قال لك حمود اعطاه اشاره الكابتن، شوف شنو سوى له، شغلات اللي يعني دافع عنه. شوف شنو سوى له بغرفة الملابس، وينهم كأسرة واحدة شنو سوى له؟ دار الظاهر يمكن ما في حيلة، يعني وقف حاربة. إذا مشاهدينا فاصل وبعدها نتواصل. شفنا معكم مشاهدينا قمة هالجولة يوم الأربعاء تحديدا، ريال مدريد يستضيف باريس سان جيرمان، عودة دوري الأبطال، البطولة الأجمل والإثارة المطلوبة، ذروتها في هذا الموسم، الكل ينتظر خروج المغلوب. البداية متكلم مع محمد سهيل المدريدي، كونك مدريدي كنت تتمنى أنك تواجه فريق باريس، ولا لما شفت القرعة تمنيت فريق آخر أسهل بالنسبة لك؟ لا شوف، يعني لا الباريسي كان يتمنى مواجهة الريال، ولا المدريد كان يتمنى مواجهة باريس، خصوصا في هذا الدور. نهائي يعني قمة كبيرة، نهائي كبير، مباراة كبيرة بين الفريقين. فباريس حاليا يمكن يعتبر من أفضل فرق أوروبا. صحيح الريال يعاني بعض الشيء معنويا مو فنيا،
يعاني بعض الشيء، يمكن الوقت غير مناسب بالنسبه له. فنيا محمد، لا فنيا انا اشوف الريال ما يعاني، لان الكل قاعد يشوف، لان لاعبين الريال عندهم الجوده، اهداف من اسهل الفرص قاعد يدش على ريال مدريد، فريق قاعد يوصل المرمى ما في الفريق، الفريق عنده الجوده، يعني انت تمسك لاعب لاعب كل خط تشوف في جوده فنيه كبيره بالريال. اي بس انت تقول فنيا، بس انه ذهنيا الفريق يعاني بالفتره هذه يعني. ولكن الريال في دوري ابطال اوروبا شخصيه ثانيه، الريال في دوري ابطال اوروبا على قولتهم البطوله بطولتنا، بطوله الريال، يعني لا يمكن الريال ان اقيم مستوى الريال او اتوقع مستوى الريال بناء على مستواه في الليغا. مو خايف من باريس، نيمار، مبابي، لا لا نفس احنا عند في كريستيانو وفي بنزيما طبعا كابتن، لازم احسبه من نجوم في كريستيانو في بنزيما. ليش تضحك انت تقول وتضحك؟ لا ما قلت شيء، انت تقول وتضحك ليش؟ انت تدري فيك ما يعجبك الكلام هذا. ما رديت عليك محمد. اقول لك يعني هم الريال في نجوم، مهم مثل ما يعني بعض المدريديه خايفين من باريس، ايضا في باريسيين خايفين من مدريد على على يعني البعض على مستوى اللي عيشه ريال مدريد والفتره السيئه، مو خايف انت مع الذروه والفورمه الخياليه لباريس؟ لا طبعا تفرق الشخصيه، انا في مباريات مثل هذه انا عندي الامور النفسيه والذهنيه اهم من الامور الفنيه، المباريات الكبيره. عجب الكل يشوف ان المباراه راح تكون ممتعه، تتفق؟ ممكن تكون ممتعه، بس انا بوجهه نظري اشوف باريس في عيب، باريس ما عنده شخصية البطل، وبنفس الوقت مدريد بوجهة نظري طبعا فرصة كبيرة إذا كان براضي جماهيره بهالمباراة، ما راح تجي فرصة ثانية، خسر الدوري، خسر الكاس، مستوى سيء جدا، فإذا يبي يبرز وبيرجع قوة مدريد ما راح يلقى أفضل من باريس. الريال إذا فاز على باريس يكون مرشح أول للأفضل، يكون مرشح أول وأقوى فريق، يعتبر أقوى فريق بالبطولة للحين من الفرق المؤدية. نعم. فأعتقد فرصته كبيرة، ولكن لا تنسى أن باريس أكثر من سجل. طيب. اللي يفصل بيني وبين المتابعين شنو أحمد؟ اللي يفصل بيننا المعطيات. المعطيات. حالياً في كفة باريس. ذكرت إذا في عيب لباريس في عيوب لريال مدريد أحمد. شوف بقول لك شغلة، ما في معطيات في كرة القدم، لا تقول لي معطيات ما معطيات، اللي بيكون بيومه هو اللي بيفوز. فخلي المعطيات، خلي الارقام، هذا كله ما يفيد بالمباراه. بوجهه نظري اللي بيكون بيومه بيفوز، ومدريد ادري مركزين مليون بالميه ان هذه اخر فرصه لهم، اذا خسروا راح يكون موسم كارثي لهم، راح تصير مشاكل للنسيان، ففرصه عمر انها يرجعون. سيرجيو راموس بعد ما قولوا الثالث على سوسيداد قال احنا خلاص من قولنا الثالث صرنا نفكر في باريس. يعني شوف بعد ما انتهت المباراة أغاني تشامبيونز كلها موجودة في سنتيا، يقولون صح بعد المباراة بطولة أغاني تشامبيونز، مباراة بطولتهم أكيد. حمود، لا السؤال اللي يفرض نفسه، هل المباراة يعني حاليا بوقتها سيء فنيا على ريال مدريد؟ أكيد، وأنا أختلف يا أخوي محمد، فنيا سيء الفريق، لأن تشوف آخر خمس مباريات فوز تعادل فوز خسارة فوز، ولكن في المقابل بالفعل ريال مدريد هذه بطولته، يعني ريال مدريد الموسم الماضي حقق البطولة هو ثاني، اول فريق بعد انتر ميلان 2010، والسنه هذه نفس الوضع يعني موقع الثاني، ولكن المنافس صعب الان، منافس باريس سان جيرمان بشكل الجديد 25 هدف، فريق متسيد، فريق ممتع. الصعوبه وين؟ هبوط مستوى جميع النجوم في ريال مدريد وارتفاع مستوى نجوم باريس سان جيرمان. تبقى مباراه اكيد 50-50، لا يمكن الجزم منه افضل، واذا كانت على اللقاءات التاريخيه ما في لقاءات كثيره معاهم ومتوزعه ما بينهم مارتن 2-2-2، ولكن اعتقد ان الريال بالفعل اليوم يعتقد انه ما عنده غير هذه البطوله، راح يقاتل عليها. الخصم صعب، اتفق مع الكل ان هي قمه ومباراه نهائي مبكر، اتوقعها باريسيه لاكثر من سبب. اليوم باريس خلاص باريسيه من مباراه الذهاب؟ لا يعني ممكن تنتهي تعادل، ممكن حتى فوز ريال، لكن راح تكون هناك مباراه اكيد اخيره في ملعب المراه واتوقعها باريسيه، قلت لك لاكثر من سبب، رغم ان تاريخ ريال مدريد في هذه البطوله رائع، رغم انه مركز ثاني سبق انه حقق البطوله والان مركز ثاني، ولكن يظل شكل الريال الموسم الماضي يختلف عن هالسنه، وشكل باريس سان جيرمان الموسم الماضي يختلف عن هالسنه، بوجود اكيد نيمار وتالق مبابي طبعا، هذا الولد رائع صراحه، فاتوقع ان مباراه بالفعل قمه وراح باريس سان جيرمان يختلف عن ريال مدريد السابق، هاي رغم انهم نفس النجوم اداء اللاعبين، واحنا اليوم يعني كذا مره طبعا فني كذا مره ناقشنا مستوى ريال مدريد، ما في احد يختلف ان مستوى السنه هذه سيء ولا يقارن بمستوى السنة اللي طافت، ولكن تظل هذه البطولة لها معايير مختلفة. صحيح. السنة الماضية بالفعل كان مركز ثاني حقق البطولة، السنة هذه مركز ثاني، هل هو قادر؟ قلت لك المشكلة في المجموعة أن يكون في مركز ثاني. أي نعم في المجموعة، نعم. أتكلم عن دوري أبطال أوروبا. حتى ونفس الشيء هذا حتى 2014 كذا.
لا اليوم حققها بس مره واحده لما كان مركز ثاني كنا 2014 مع دور المعلومه اللي عندي مع دورتموند حققها كان مركز ثاني مره واحده كان قبل الانتر 2010 نعم. هذه الارقام بعيدا عن هذه الارقام الحاله الفنيه يعني ظهوره بالدوري والكاس كذلك سيء ما كان في هذا في هذا تأثر الشكل تأثر طبعا في المقابل شوف مبابي شوف نيمار شوف كفاني شوف رابيو شوف الفريق اللي قاعد يقدم شاري انا بضيف شغله بس انا ليش قلت انا ان اذا بحكم على مستوى الريال في الابطال ما انظر لمستواه في الليغا الريال مرتين حقق الابطال هو الخامس والسادس في الدوري مع هاينكس ومع دلبوسكي متى الكلام هذا 2097 و98 قديم اي اوكي يعني انا اقول لك شخصيه الريال في الابطال دائما ما تكون مختلفه عن الليغا دائما ما تكون مختلفة عن الليغا، فإنما اللي بيحكم على مستوى الريال ويتوقع مستوى الريال بناء على مستواه في الليغا فأعتقد هذا المنافس خاص. مختلف الآن، منافس مختلف الأمانة، باريس الآن على الساحة الأوروبية أفضل فريق في أوروبا صراحة، هذه المعضلة يمكن يواجهها ريال مدريد أن حظ الآن في سوء نتائجه وسوء أداء الفني أنه قاعد يقابل باريس سان جيرمان. خالد تتوقع أنك تشوف ريال مدريد مختلف في هالمباراة؟ كان مدريد أنا أول شيء كان زين عندي نص ثقة محمد بالمباراة هذه صراحة يعني أنا شجعني صراحة خلاني أتفائل وايد محمد خلتني أتفائل مشكور محمد قبل كل مشكور لأن أنت كنت وايد بالنسبة لي اليوم طاقة إيجابية في المباراة أنا وايد قبل كلاسيكو قال ريال مدريد راح يرجع في الليغا تخيل قبل كلاسيكو زاد الفارق لا والله لا الوضع كذي شوف مو الوضع كذي بس هو رد قال الليغا غير وقال بس في لغب عشان ريال مدريد ملغبينه محمد سفير مدريدستا في الكويت بالنسبة إنه يمثلهم يعني إنه دائما يعطيهم التفاؤل سفير التفاؤل لا يرد يصرح بالكلاسيكو نفس لا مصرح من المباراة حمل حلقتين صرح قلت الوعد بالإياب الله يستر لا شوف صدق خلينا نقول احنا مدريد بالشامبيونز غير يمكن احمد تكلم قال المعطيات شفنا احنا الموسم اللي طاف كريستيانو رونالدو دخل دور الثمانية عنده هدفين خلص البطولة هداف ضد بايرن ميونخ اتلتيكو مدريد اليوفي ثلاث فرق دفاعياً انت صعب بالمباراة انك انت يعني يمكن اربع خمس مباريات يمكن جولين داش عليهم بالمباراة فتخيل انت شلون فممكن يعني المباراة هذه مباراة وايد صعبة يعني نقدر نقول ان بما ان شعار ريال مدريد طلع ونتكلم عن ريال مدريد نقدر نقول ان ريال مدريد هذا افضل تحفيز له هالموسم في ظل الظروف اللي يعيشها في ظل ان يعني اكيد في ذهن اللاعبين ان هذه بطولتهم ودائما ما يكون ادائهم مغاير ان ممكن تكون العوده على من اصعب باب ممكن هالموسم وضد فريق مرشح وقوي شخصيه شوف باريس. انت علشان تاخذ البطوله لازم تلعب مباريات راح تلعب مباريات صعبه سواء ما لعبتها الحين فريق سهل بتجي دور ثمانيه بتلعب يعني احنا كنا مدريديه اذا مباراه نطلع من الحين احسن ما نصر قبل نهائي لا لا شو الاستسلام هذا لا الاستسلام قاعد اقول يعني خايف انت خالد من باريس خايف من مبابي ونيمار طبعا 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 انت قاعد تتكلم انت عن تتكلم عن نيمار يعني عن نيمار مبابي كميه كفاني ديماريا ألفز يعني ديماريا يعني بكل بعدين فوق هذا كله ان 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 باريس يعني جربوا تجربه مره وقاسيه مع برشلونه درس مدربهم تعلم منه رومونتادا تاريخيه رومونتادا طبعا وراح تكون معنا في رومونتادا انت في الحلقه بعد الله يستر نشوف معاكم مشاهدينا التشكيله المتوقعه لريال مدريد في مباراه يوم الاربعاء ذهاب دور 16 ضد باريس التشكيله نفاس في حراسه المرمى مارسيلو راموس فاران ناتشو كارفخال عنده غياب العقوبه في مباراه راح يلعب في مباراه الاياب كاسيميرو كروس مودريتش بالبنزيما كريستيانو رايك عجب بالتشكيله لو اي شخص بتقول له عط تشكيله مدريد راح يحط لك نفس التشكيله ناتشو بس باستثناء ناتشو كان كارفخال موقف انا من الناس اللي حسب ما اعرف يصحح لي محمد ان ناتشو محظوظ كل ما يلعب يفوزون اعتقد شيء نفس كذي ويقوم فهذا الحين زاد التفاؤل عندي دام شفت ناتشو تشكيل غادره اكيد قادره وهذه افضل تشكيله واي شخص بتقول له اعطني تشكيله مدريد راح يعطيك التشكيله ما راح تغيرها ما راح يغيرها ليش يعني ما يستفيد من اشرف حكيمي شفنا انه ممكن مستوى متذبذب نازل استبعاد ما اعتقد اشرف حكيمي يعني هو مكان كارفاخال عنده ثلاث حلول عنده اشرف حكيمي عنده ناتشو وعنده فاسكيز اللي استخدمه العام باكثر من مره في هذا المركز اي فحكيمي استبعاد
استبعده في اكثر من مباراه. محمد هذه افضل تشكيله بالنسبه لك؟ هذه ممكن هي هذه هي افضل تشكيله. طيب ممكن بنزيما ما يلعب المباراه يلعب اسكو في اعتقد ان زيدان امس صرح انه او قال بيل ما يلعب. لا راح يعتمد على الدي بي سي انا اتوقع توقعات بنزيما راح يكون نجم المباراه في حال فوز مدريد راح يكون بنزيما النجم خصوصا عقب صافرات فرنسي هذه فرنسي. طيب في اكثر من سؤال المباراة اللي طافت مريح جارث بيل ولعب 4-4-2 ايه. والمباراة اللي طافت في الدوري مريح اسكو ايه. وزيدان صرح بعد المباراة انا عندي استراتيجية معينة مفاجئة ستشاهدونها يوم الاربعاء وقال ممكن سي من ضمن الاستراتيجية. طيب ما ادري يعني ممكن نشوف شيء مغاير 4-4-2 شاري اعتقد راح ما راح تكون هذه التشكيلة اعتقد راح يكون يعني يحاول يزحم الوسط فراح يستخدم 4-4-2 بدخول اسكو بالضبط على حساب يعني منه اتوقع جارث بيل اتوقع جارث بيل ممكن يكون هو الضحيه في هذه التشكيله اليوم حتى لو كان الملعب هوم وحتى لو كان مطلوب منه تسجيل اهداف ولكن ساعات انت لما تغلق مناطق الوسط امام فريق يتحكم وعنده استحواذ توصل الهجوم اسرع منك تحط 4-3-3 وجود لاعب وسط يمسك الكره مع كروز وكاسيميرو اسكو اعتقد افضل من وجود جارث بيل في هذا الوضع اللي قاعد يعيشه ريال مدريد لو كان ريال مدريد في حالته الطبيعيه 4-3-3 مع اي فريق ولكن الان محتاج اللي بالنص اللي ما قطع كلامك اللي بالنص كروس مودريتش كاسيميرو فما اعتقد انه راح يلعب 4-4-2 مفتوحه يمكن يلعب دايمون ما يقدر يلعب فيهم 4-4-2 لا 4-4-2 لعب ضد اليوفي في نهائي الابطال لا لعب ضد الفاير عارف بس لعب دايمون 4-4-2 تعتبر دايمون كلها يعني خصوصا اسكو لا يمكن ميزه في مباريات اللي تكون تحتاج اللاعب يطبقها إيه بس الدايم 4-4-2 عادي تعتبر دايم بحالة دفاعية يرجع إيه لأنه ما عنده طرف الشمال والطرف اليمين إذا قاعد جارث بيل أو راح يلعب الكثف في النص أو ممكن بسأل محمد سهيل إنه يلعب في نفس التشكيلة لكن يصير في مرونة في الناحية الدفاعية ترجع 4-4-2 ويعطي مهمات جارث بيل مثل ما تفضلت إنه سواء أنشيلوتي مع بايرن ميونخ أيضا 1-0 تذكرة اللي قول فيها بنزيما نعم هذه نفس الطريقة استخدم فيها بيل ولعب في 4-4-2 كونك مدري ايش تفضل انت انا افضل هذا الاسلوب قلت يمكن من قبل قلت افضل انه يلعب نفس الاسلوب اللي لعب فيه شولتي ضد البايرن 1-0 نتيجه زينه انت الريال مميز خارج ارضه الريال قادر يمكن في مباريات هذا الموسم كله دائما ما يسجل خارج ارضه كريستيانو يمكن استمتع في دوري ابطال اوروبا يمكن من جاء مع ريال مدريد فتحت معاه في دوري ابطال اوروبا فعلا الوحش والملك والرئيس لدوري ابطال اوروبا هو كريستيانو رونالدو طيب اوكي مو مستوى حاليا يعني يمكن نفس العام اول العام بدايته ما كانت سيئه من ثم انطلق الحين هو فتحها بهاتريك فتح الشهيه بهاتريك ضد السوسيداد نشوف ايش يسوي ضد باريس طيب اوكي هو الكلام ممكن بلغه الارقام مثل ما تفضلت كون صاحب الاسيست التاريخي والهداف التاريخي بس مو لدرجة إن تبالغ الماركة لا نيمار ولا مبابي ولا كافاني اسلوب تشجيع هذا اسلوب تشجيع أكيد يعني صدق. ومن حق وسائل الإعلام تستخدم هذه الأساليب طبعا لو صحيح. كريستيانو يعني كان في يومه صدقني راح ياخذ أجواء عن باريس كله مو بس شاري دقيقة انت الحين انت مو عاجبك التصريح بس يبقى كريستيانو يبقى مطلع ناقش يبقى خمس كور ذهبية ما عجبني عجب لا مو ما يعجبني فأقول لك يعني انت ما تقول لي نيمار مبابي مع احترامي لهم ما وصلوا اللي سواه كريستيانو صحيح فيبقى هو مثال يقتدى به بالنسبة لهم يعني بس الكلام على المستوى الحالي الوضع الفني الحالي قال لك لكل شيء نهاية لكل شيء نهاية احمد واليوم المستوى اللي قاعد فيه مبابي وعادي بس مو تقليل منهم ولا تقليل بكريستيانو يعني يستحق انه يكون افضل منهم احمد بس وجهة النظر كان شوي مايل ريال مدريد انت ليفربولي مع منو شوف انا قلت لك قبل فترة هني قبل شهر تقريبا اكثر من شهر قلت اتوقع برشلونة ومدريد برا بس شوف الحظ الردي طاحوا تشيلسي سيء ومدريد سيء الفترة الأخيرة. إيه فشكل. أنا ودي يطلعون ياثنين ويطلعون ياثنين يقعدون مع بعض. خالد ريال مدريد ما خسر في أرضه في دوري الأبطال في 17 مباراة متتالية في دوري الأبطال. شنو سر قوته في البرنابيو؟ طبعًا على ملعبه لازم يستغل الوضع هذا. أنا بس هالموسم شفنا خسارات من سنوات ما خسر ضد فرق في الليجا. يايك بالكلام أنا كان زين هل على ملعبنا ما نخسر بالليجا كان مو هذا حال. شنو السر في دوري الأبطال؟ مو هذا حال المدريد شوف في بعض المرات لما تلعب على ملعبك يكون ضغط عليك. يعني أكبر. يكون ضغط أكبر عليك يعني. بس أنا أعتقد خسارة مدريد من بعض الفرق المتواضعة بالليغا أنا
قل تركيز ذهنيا يعني حاطين بالهم للمباراة ماخذين الثلاث نقاط قبل لا احنا نلعب المباراة. لكن بطولة دوري الأبطال قوة يختلف. لما أنا بي التركيز راح يكون 1000% لما أنا بي باباري ميونخ ولا باباري اليوفي ولا باباري ولا باباري فتركيزي يكون جدا قوي. مثلا الحين مدريد خسروا من توتنهام 3 نعم في ومبلي 3-1 ومبلي أنا كنت رايح للمباراة تحضرها هذه دعوة للجماهير الشغلية مدريد حضرت مباراة لا حضرت شنو سجل لك من الحضور السوبر السوبر الأخير برشلونة استدي تتهاوش أنا السوبر الأخير سألتك من السوبر أول مباراة يفوزون فيها عشان يعني ندق تليفون الحين وطلع مبارياتك اللي حضرها في مدريد لا السوبر حضرت بداية العام الدوري خلينا الدوري أول مباراة افتتاحية كان كلام عام لا أذكر مباراة أقول لك المباراة مع سلتا فيجو 2-1 انتهى الدوري اي كروس ومراته قول لا مراته قول طيب مراته قول انت قلت انت بومبلي خسر اوكي كم مباراه حضرتها خسر واحده من كم من 3 لا توك مبتدئ انت مبتدئ نسبه زين المشكله انا مدريد بس مباراه برشلونه حضرها انا اكثر اجواء في الكاب احسن اجواء في برشلونه تتفق اجواء في برشلونه احسن مدريد انا اقول احنا في البيت منقسمين مباراه برشلونيه وانا مدريد عرفت شلون فنروح نحضر مباراه برشلونه كونها طيب لا برشلونه امتع الاجواء احسن من مدريد واضح الصف الثاني اقوى ان حاضر برشلونه اكثر واضح ان اسلوب التكتيكي مغلوب على امره خالد عجب شوف مستقبل زيدان في خطر اذا طلع الفريق من باريس شوف بوجهة نظري ما راح يستفيد شيء اذا قال زيدان الحين اذا يعني وقت الخساره ولا شيء شبيه يستفيد طلع من الدوري طلع من الكاس الاصلح انه يكمل والافضل انه يدعم زيدان بلاعبين لان زيدان ما شرى لاعبين ما جاب لاعبين عليهم قيمه يعني نجوم كبار طيب نفس اللاعبين محققين بطولتين ما عليه بعد خلاص خلصوا لازم نجيب لاعبين شوف برشلونه قاعد يا كابتن برشلونه من قاعد يشتري خذ كوتينيو خذ ديمبلي خذ انت من واخر على نفس اللاعبين انت بالعكس وديت لاعبينك اصلا بعت لاعبينك اذا بيقعد زيدان لازم يجيبوا له حذر من يقول بيقعد يمكن تتم غلطه اذا انا قاعد اقول اذا ما اقول لك بيقعد اقول اذا بيقعد لازم يجيب له 3 لاعبين على مستوى عالي وكلنا قاعد نقرا ان راصدين 500 مليون اعتقد على 3 لاعبين من ضمنهم هازارد هاري كين ودخية فاعتقد ان مع هاللاعبين لا عليك بالعافيه ما تبي بعد دخية خلاص بيسوي وجوده بريال مدريد افضل انا اتفق مع احمد يمكن اذا صارت نكسه ضد باريس والفريق يعني مر في مرحله وعانى في الوصول لدوري ابطال اوروبا 100% في انتفاضه بالصيف عاد شو من وضح بس سؤال تم اقاله زيدان لا انا ما اتوقع اقاله زيدان ما اتوقع صعب الوقت هذا مستمر زيدان لا في حتى في نهايه الموسم لما يكون مستقبل ريال مدريد هو 100% فشل ذريع بالنسبه لريال مدريد يعني هانكس لما اقاله رئيس الريال لما اقاله قال مع انه محقق الابطال قال لولا الابطال انا الخامس بالدوري ما تاهل انا الخامس بالدوري ما تاهل فشل هذا يعتبر فشل مع انه جايب الابطال ترى في اخبار من مدريد انه ممكن تم اقالته لا الاخبار اللي من مدريد انه زيدان يبي يريح مو يقاله زيدان يبي يريح سنه هذا الحين طايحين فيها الهبه وانشيلوتي وغوارديولا واللي بيريح سنه وبعدين ارجع لا محمد شنو انشيلوتي مدربين كبار لا اقول لك الفتره انا صح بس ما يقول هبه لا انا اتوقع انا متاكد ان صح لا موضوع على ريال مدريد انا اقول هبه لا يعني لا فعلا هبه صارت انا اقول لك سواك من يريح كابتن فلوس هذه ومعاشات طيب اوكي وهوايته عشان يرجع هو قاعد يدرب 20 سنه ما بقول لك شغله لا تقول لي مو هواي يا اخي ممكن ما عنده عرض يا اخي سواها العروض اللي جت ما تراضي طموحه خلني اقول لك شغله اللي صار غوارديولا بيبي يطلع من برشلونه قال لك انا بريح زيدان اذا يبي يطيلونه مكانه زيدان للمدريديين والبيريز ممكن يقول له انت اطلب انك ترتاح بس ما بيأقيلك طيب تتوقع ان ممكن نشوف اغاله زيدان لا صعب جدا ما عدا طبعا حصول كارثه والكارثه عدم تاهله لابطال اوروبا اعتقد يستمر واعتقد راح يدعم في صفقات جديده وصفقات كبيره ريال خلاص يعني حتى بعيد عن الدوري الان كم سنه فاكيد في دعم خصوصا قلنا ان زيدان له وضع خاص في النادي يعني
هذا رجل مشروع مدرب طويل الامد لريال مدريد. واحد صدر نادي لما كان لاعب بالضبط. إيه فصعب جدا انه يقال، وصعب جدا انه ما يتاهل على الاقل لدوري ابطال اوروبا حتى لو خرج منها الان، صعب انه ما يتاهل مركز رابع، فاتوقع بغاء الموسم اخر. شفنا معاكم مشاهدينا تشكيله ريال مدريد، نشوف معاكم تشكيله باريس المتوقعه لمباراه ذهاب دور 16 يوم الاربعاء. رايك خالد لما نشوف التشكيله، هذه التشكيله ترام سيلفا ماركينوس الفس ستة اللي فوق يخلعون ها شوف ايطالي نعم فيراتي موتا باستوري مبابي كافاني نيمار، يعني تشكيله منو هذا؟ تشكيله باريس. منو من في اختلاف؟ في ممكن في اختلاف. هذا تشكيله متوقع ليش؟ مواقع منتشره ليش؟ ليش موتا مو وياه؟ موتا في علامة استفهام على موتا. موتا رابيو باستوري كذلك. رابيو رابيو ممكن مكان موتا. بس ايش رايك تشكيلة خالد؟ ديماريا لا تنسى بعد. تشكيلة يعني بس حط على الستة اللي فوق، حط معاهم ألفيس يغلبون أي فريق. يعني والله. إيه تشيل ألفيس دخله معاهم بس. بدون دفاع. بدون يعني يعني. تشكيلة متكاملة. هذا وجود ماركينز. بس يعني حلو. ضعف حراسة، حراسة نقطة ضعف. نقطة ضعف سلفا أنا بوجهة نظري. سلفا يبي سالفة كريستيان. لا خصوصا بعد ما صرح عليه يبي سالفة كريستيان. يعني صدق والله في 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 علامة استفهام خصوصا بالمباريات الكبيرة. في بعض المباريات احس انه انحاش بالمباراة. انا قلتها لمشاري قبل، تذكر مشاري سلفا؟ سلفا؟ اي في مباراة. طيب الحين مصرح على كريستيانو ما شو يقول بعد؟ يقول كريستيانو ما هو ميسي يعني. لا يقاطع الكاميرا هذه؟ اي تعال سلفا والله هني ها الحين طالعنا ها انت مصدق تتكلم عن كريستيانو صحصح على راسك باتي. طيب لا قال ما انت ميسي الحين تكلمت عن كريستيانو لما شفت مستوى كريستيانو فترة طافت يعني طاع يعني متذبذب كان هترك فترة طافت وبتشوف باتي شو بيسوي فيك. انا ما في مدريدي خلاص الاربعاء مدريدي والله انا على سلفا لاني ما احب اللاعب والله. ليش ما تحب تياجو؟ ليش ما لاعب جبان سلفا لاعب جبان مباراه كبيره ينحاش حتى ما منتخب البرازيل ترى انا قلتها لمشاري بالرومنتادا ايه؟ اللعبه الاولى كان فايز باريس ايش قلت لك اللعبه الثانيه قلت لك اذا لاعب صفر راح يخسرون صح ولا مو صح خسر بكارثه لاعب يشوف المباراه الكبيره ينحاش منها انا استغرب جماهير الميلان استغرب جماهير الميلان اللي مخلينا نفس مالديني ونيستا ما يوصل ربع مالديني وربع نيستا صح لاعب جبان وين حتى مع المنتخب البرازيل منتخب البرازيل خالد يشجع منتخب البرازيل لا 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 ارجنتيني انا ارجنتيني ها بس ترى نحن نحاش من بعد 7-1 حسافه سهيله لا حلي بالخير لو في مباراه منتخب البرازيل كان فايز لعبوا مباراه قويه كان خذ انذار تافه جدا توقف يعني انا ما شفت المباراه بس انقهرت عنده مشاكل حتى صرحوا عليه لعبه باريس سان جيرمان الاولى اللي فازوا فيها قالوا ان الظاهر ان شيء طبي او شيء انه ما في شيء يعني الظاهر انه ما سوى له فحص طبي ولعب لعبه ثانيه وخسر 6 وبالفعل مشاهد لو تلاحظ يعني الخط الدفاعي يبقى الاقل يعني جوده نقول في باريس لكن فريق عظيم فريق جبار صراحه انا اعتقد راح يكتسح ريال مدريد اذا ما فاز في مباراه الاربعاء المباراه اللي بعدها فايز بنرجع لحديثنا عن باريس موجود ناخذ الاتصالات معنا محمد صباحك الله بالخير السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل أخوي محمد مشاري أبيك تسامحني أنا وياك خميس أحمد ما أسمع ذاك اليوم دقيت وهذا أبيك تسامحني بروح الأمر أبيك تحللني لا عزيز وغالي ومسموح و لأن كل ما أديك ما تستقبلها مكالمتي الله يهداك ما شو السالفة لا إن شاء الله يستقبلون مكالمتك ومالك إلا طيبة الخاطر ما تبون صوغة من هناك شيات ما اسمعك ترى والله صوت مو واضح صوغه ما تبون صوغه نبي سلامتك ونبي دامك رايح عمره نبيك تدعي لنا بس حبيبي ما تبون صوغه مسابيح مساويك اي شيء نبي سلامتك طال عمرك يا بعد قلبي ما تبون شيء اكيد خاف نستعين به تسلم يا محمد معنا محمد حياك الله يا محمد صباحك الله بالخير وشاري يسعد لي صباحك تفضل يا محمد صباح عليك وعلى كابتن خالد عبد الغدوس يا هلا فيك وبما اني غفتاوي يعني كابتن خالد من اللاعبين المهاريين اللي طلعهم العربي العربي معروف ما يطلع لاعبين مهاريين يطلع لاعبين اللي يملكون الروح العاليه وعنده لمسات قد سوي يعني هو احمد موسى واللاعبين اللي احبهم انا بالعربي تصرف موضوع ريال مشاري يعني انا اعتقد اذا بدا بإسكو زيدان راح ينهي المباراه بالذهاب يعني شفنا إيسكو مع البايرن مع الأتلتيكو مع اليوفي بالنهائي لعب وأبدع بالمباراة هذه فأنا مستغرب حتى زيدان بالدوري ما قاعد يبدأ بإيسكو يعني إذا بدأ بإيسكو أعتقد راح يخلصها بالذهاب ريال وشاكر لكم وسلمنا على محمد سهيل
الله يسلمك. محمد رايك في انا اتفق معه امانه، يمكن الفتره الاخيره المدريديه طلعوا بسالفه جديده ان الريال بدون اسكو افضل تهديفيا. صحيح انا اتفق يمكن مباريات الملعب اسكو الريال يفوز في نتيجه كبيره، ولكن اسكو من نوعيه اللاعبين اللي يعطيك الاستحواذ في الملعب. لا ننسى ان احنا مع اسكو فزنا على يوفنتوس، فزنا على برشلونه، فزنا على بايرن ميونخ. اسكو يعطيك افضليه باستحواذ على 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 طيب بالنسبه لك يعني مع اسكو ومع مداخله محمد تتفق وياه؟ اي اتفق معه. بخصوص موتا، منو اذا ما لعب منو يعني توقعك انه بيلعب مكان موتا؟ لو سيلسو لاعب ارجنتيني صغير مميز في اخر 10 مباريات كان حاضر في بس كل، بس يمكن ما يملك خبره محمد مثل المباراه، بس لاعب مميز. ليش مو رابيو؟ رابيو 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 لا رابيو رابيو وفيراتي ولو سيلسو. انا اتوقع ما يلعب باستوري. لا ولا دي ماريا ولا دي ماريا. طيب رايك في تصريح سلفا ان كريستيانو ما هو مين؟ كانك فايز انت 1-0 وبالغصب، انت فايز 4 ومرتاح مستحوذ على الملعب. ففعلا المدرب كان علامه استفهام، وللحين يمكن علامه استفهام، بس اتوقع انه خلاص بعد تعلم الدرس لا يعني مباراه برشلونه رد فيها بعد قبل باريس وردوا عليه مره ثانيه هم نفس الطريقه يعني واقف هو واقف. المشكله محمد تدرس يعني دي ماريا كافاني عنده لاعبين اسرع وحلول، يعني حلول سواء كانت فرديه او فريق ككل بهجومه. لا لا يعني والسنه زياده عليهم نيمار ومبابي، يعني انت تعليقك وانت تشوف نيمار على طرف ومبابي على طرف وكفاني قدام وانت تشجع ريال مدريد؟ انا كل ما احاول انسى تشكيلتهم انت ترد نفس الاسامي. طبعا يعني نيمار بروحه حل، نيمار روح حل، يعني يملك حلول فرديه رهيبه نيمار. يعني اذا تكلمنا احنا برشلونه ميسي، يعني حتى الريمونتادا اللي صارت نيمار 20 دقيقه قلب المباراه، سوى كل شيء صح، سوى كل شيء في المباراه. الحين موجود، الحين موجود يعني حل فوق امبابي، فوق انه فوق يعني فوق الامكانيات اللي عندهم اللاعبين والحل الموجوده. نيمار موجود بروح حل فردي. يعني تدري ايش الحل لما سالت يعني الوضع الان شنو بالضبط؟ الوضع الان قال كارفاخال قال بس عليك انك تدعي ان نيمار ما يكون بيومه، ما في وسيله لايقافه لان اكثر لاعب كان يمسك إيه يعني هذا عنده مشكله. أنا ورد الى بالفعل يعني اليوم امري صح ما يعني عنده خبره بالنسيا اشبيليا، ولكن مع الشامبيونز ليج ترى حده 16 ما تاهل بعد هذا الدور، فاكيد في مشكله الان. ولكن اعتقد اليوم راح يتفوق اللاعبين على المدرب، ما عنده حل غير انه يعتمد على اللاعبين وعلى خبرتهم. صح ما عنده ذيك الخبره، يبقى مشروع باريس سان جيرمان مفروض في مدرب افضل من الموجود حاليا. نعم هناك مشاريع كبيره يربطوهم مع مورينهو مع غيره، واتوقع الموسم القادم ما راح يكون موجود. طيب ابي رايك في تصريح مارسيلو، ذكر وقال ان يوم ما راح نشوف نيمار في ريال مدريد. باكات اشتغلوا على نيمار. ايه واحد واحد بيدعي واحد كارفاخال يقول ما ايه؟ ان شاء الله ما يكون بيومه، يقول ما عندك حل ايه انك تتمنى انه ما يكون بيومه. وبرسلو برازيلي وياه بس اللي يقول اتمنى يكون معانا. طبعا اكيد يعني عامل اليوم السوق الاحترافي وارد انه يكون موجود، سمعنا قاويل كثيره ما تشوف زين اسلوب ضغط في على مباراه. لا 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 مو بالضروري، يمكن يكون عكسي، ممكن يكون هناك ايضا يعني وسيله لاظهار شخصيه حقيقيه لنيمار صح انه يكون بيومه ويزيد من هذا التصريح من ادائه. اتوقع ممكن يكون ريال مع ريال مدريد، ولكن مو اقل من 3-4 سنوات، مو موسم وموسمين قادمين. في نقطه على انتقال نيمار لباريس، يعني الله لا يقولها، لو حقق الابطال هالموسم مع باريس التاريخ راح يذكر هذه اللقطه وراح ينسى مسيرته مع برشلونه. لو حقق الابطال مع باريس، لانه اول مره حقق الابطال صحيح، التاريخ راح يذكر على النقطه هذه لو ما قدم في مسيرته. وهو سبب حققها مع برشلونه. لا اقول لك مع باريس. اي مع باريس لو حققها مع باريس شوف ان الانجاز اصعب التاريخ راح يذكر على هذه اكثر من اي شيء ثاني. طيب خالد تكلمنا عن ثلاثي باريس وثلاثي ريال مدريد بالبنزيما كريستيانو، من الافضل بالنسبه لك حاليا؟ حاليا بالوقت بالوضع هذا طبعا اكيد ثلاثي 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 باريس. عدد الاهداف اللي سجلوها سواء كان بالدوري. شوف نظره محمد ادري قاعد لا يتفق وياك محمد، اقول لك شيء تتفق وياك راح اطلع الفريق من الكاس محمد تهاوش معاك حق مباراه تدار الوزارات اليوم انا اتهاوش ما عندي مشكله محمد. لا بس شوف اذا انت بتتكلم عن بالوضع الحالي الحين مقارنه بتقارن نفس ما قلت المعطيات انه اهداف اللي سجلوها اكثر معدل كبير 71 معدل كبير كفريق مدريد قاعد
في انخفاض، يعني في انخفاض كبير باداء اللاعبين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي. يعني ترى مبابي حطم رقم، يعني مبابي اليوم اصغر لاعب عنده 10 اهداف في دوري ابطال اوروبا، عمره 18 وشوي. فكل المؤشرات تقول لك ان هذا الفريق قادم انه يستحوذ. السيتي تكلمنا عنه، لكن في نموذج اخر على الساحه الاوروبيه باريس سان جيرمان. مبابي هو هداف لا لا في دوري ابطال اوروبا، تكلم مع موناكو والان يعني وصل لرقم 10 في اصغر سن، بعمر عمر صغيره. نعم عجب. في لاعبين لعبوا في ريال مدريد ولعبوا في باريس، ماكاليلي، انيلكا، هاينزا، ديارا، بيكام، دي ماريا. ممكن نشوف بعد يعني هذا، شوف ديارا واكثر من لاعب، واكثر من لاعب انيلكا، هاينزا، هني انيلكا. ممكن نشوف بعد نيمار في مدريد، لنا دي ماريا اصبح مثل رغبه لعشاق ريال مدريد انهم يشوفون نيمار في. شوف خلينا نكون واقعيين، مشاري منو لو تقول بالساحه حاليا غير نيمار وهازارد وديبالا؟ ممكن ما في غيرهم يمكن. إيه؟ يعني كنجوم ويستحقون ان يلعبون في مدريد. نيمار انتقاله من برشلونه انا اعتبرها بوجهه نظري المتواضعه انها محطه، واتوقع يمكن حتى بعد تلقى مدريد قاط معاهم فلوس بعد عادي، يعني لان يحتاجون مدريد يحتاج نيمار. نيمار مدريد راح تغير حياته، راح يكون اللاعب رقم واحد بعد كبر سن كريستيانو، راح يكون هو بديله، راح يكون هو افضل لاعب بالعالم. فكل الامور تشير ان نيمار راح يحس بالفرق. نحن في الدوري الفرنسي ماكو اي اضواء عليه، اكيد اكيد يعني يصير حركات، شو حركات واحتفالات عشان الاضواء تجي تطلع العالم قاعد تنساد اضواء عليه في الدوري الفرنسي. راح يحس بالفرق. هذا توقعاتك يا محمد، نبلش وياك. انا اتوقع 2-1 الذهاب، بس الذهاب الاياب لما جاي وقت 2-1 الريال متاهل، متاهل بس بالاخر من الاخر انت ما كنت حلقه الاياب عشان سجلها عودي سجلها نواف. ابو عجب والله اتمنى فريقين ما يخسرون صراحه. وما كنت اتمنى يطيحون مع بعض الامانه، بس اذا على كذي انا متوقعها من طاحة مع بعض ان الذهاب ان مدريد وبرشلونه برا متوقعها، بس باكر ممكن ممكن والله مباراه صعبه مباراه حلوه. توقع ما تقول انا توقع اخاف يخسر هذا ويفوز ذاك يضرب توقع ما تبي ما ابي كذي كيف يا اخي؟ لا اتوقع بعد التعادل تعادل صفر صفر لا 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 فوق الاثنين فوق الاثنين يعني 2-2 ممكن. خالد والله مباراه فيها اربع اقوال وزعم كيفكم انت اربع اقوال مباراه فيها أربعة محمد ها؟ عارفين أربعة؟ إيه تفرق إذا 4-0 3-1 2-2 3-1 3-1 مدريد مدريد. حمود لا أعتقد باريس راح يحسمها، وبدون مساعدة أصحاب القملان قمصان ملونة ريال ما راح يتأهل في هذا الشكل. بالذهاب كم توقعك؟ أتوقع فوزين. أتوقع فوزين. كم عطنا النتيجة الذهاب؟ يعني 1-0 فرق واحد، يعني ممكن باريس يخلص المباراة وحتى بالإياب راح يخلصها. طيب مشاهدينا فاصل ونرجع للرومنتادا مع خالد الغدوس. نرحب فيكم من جديد، وصلنا لفقرة الرومنتادا. جاهز كابتن؟ جاهز. ننتقل معاكم إلى الرومنتادا. بنشوف معاك الخبر، يتحدث الخبر عن استقبال رئيس نادي العربي جمال كاظمي لك وتكريمه لك. الخبر بعدها تحدثت في ملعب الوطن، برنامج ملعب الوطن، وقلت تم تكريمي في 200 دينار من قبل رئيس النادي العربي ورجعتها له الـ200. هالكلام من 4 سنوات، شو اللي صار بالضبط؟ وقت اعتزالي طبيعي ان تتكرم انت من رجالات النادي، ويمكن قدمت للرئيس النادي، توقعت ان تكريمي يكون من الشخص هذا، يعني سيد جمال كاظمي اكثر واحد ممكن يكرمني او انه يقدر اللي انا سويته بالنادي العربي، خصوصا انه يعني بداياته يمكن شفت الجول انتم قبل شوي كان مع السالميه، كان اول سنه لرئيس النادي يكون مدير للفريق، يعني فنجاحاته اغترمت بنجاحاتنا احنا. وكان ما تكلمت اساسا عن 200، هذه سالفه طلعت صدفه. كنت مع الربع متجمعين كنا من
جا خور وكنا نبن عندنا شغل فقلت لهم نطروني أنا رايح حق رئيس النادي بعد اعتزالي رايح حق رئيس النادي على أساس إني أنا بكرمك في تكريم قال لي تعال النادي فالربي كان ناطريني يعني أنت بس وصلت رحت النادي وصار اللي صار وخذت حتى خذت الفلوس وكذا وصلت الربي يقول متى رجعتهم حزتها رجعتهم حزتها ناطريني لأن أنا إيه أنا قلت لهم ناطريني على أساس إن عندنا شغل داخلنا بنشتغل بننقل وكذا فقلت لهم لا تشتغلون على ما أوصل النادي أروح وأرجع لكم إيه؟ فلما وصلت مشاري فالربع يقول كم عطاك إيه؟ فسكت يعني عرفت سكت إن شو أقول إيه؟ أحمد شو أقول فقال قول يبا ما راح ننظلك ما إحنا حاسدين قول 3-4-5 قلت والله يا ربع 3000 تقصد 4000 إيه قلت والله يا ربع 200 قال نعم أنا وقتها ما عندي لا تويتر ولا عندي هالسوالف للحين ما عندي تويتر فالربع صارت فاكتبوا ان تكريم رئيس النادي لخالد الغدوس كان 200 دينار انا ما كنت ادري وقتها بعدين منع الوطن اتصلوا علي تليفون وقالوا ان في كلام داير فاطلع اتكلم وقول شنو الموضوع السالفه هذه فطلع ده نفس الوقت انا دزيت حق رئيس النادي قلت له الله يعطيك العافيه مشكور رجعت له بنفس الوقت طبعا انا ايه انا نفس الوقت تحاولت اتصل فيه ما رد علي دزيت له مسج يعني المسج كان محتوى انه مشكور ويعطيك العافيه انا ما جيت لك محتاج انا كنت انطر التقدير اللي انا استحقه ورجعت ال200 من اي من رئيس النادي حسيت في تغليل لك شخصيا والله وقت التكريم ال200 دينار والله اي والله وقتها بصراحه إيه تضايقت اكيد اتضايق تدري ليش اتضايق مشاري ليش اتضايق اتضايق إن, ان ان في ناس ما يشجعون النادي العربي تخيل يعني ناس قدساوية ناس يشجعون نادي الكويت شخصيات رياضية يغدرونك إن بالضبط إن أفضل من هالمبلغ يعني خل يعني شو أقول خل المبلغ استقبالهم سالفة التقدير تقدير شلون غدر يعني أنا شلون علاقتك مع جمال كامل بشكل عام يعني ممكن لها تفسير إن علاقتك مثلا مو زينه ويا جمال الكاظم عشان كذي تم تكريمك بهالمبلغ علاقتي ما انا شوف خليني اقول شيء انا طول عمري بالنادي انا ما لعبت لاشخاص انا بالنادي دائما اقول انا كنت العب للجمهور والعب ربعي اللي كانوا معي كلهم يتمرنون كان في خلاف يعني انا هالشيئين وما كان في خلاف يمكن لو تسال جمال الكاظمي خالد خليك واضح صريح انا واضح وصريح لو تسال جمال الكاظمي وتقول له منو اللاعب الوحيد اللي قبل كل مباراه قبل النهائي ولا النهائي يقول لك زهب بشتك راح تسلم على اذا كان مباراه حضر صحيح طيب بس واضح من كلامك انا في شيء وتر علاقه بينكم بالنسبه لي انا شخصيا انا بالنسبه لي انا ما في خلاف نهائيا تحس انك انظلمت انا بنادي العربي النادي العربي انظلمت نادي العربي وجمال يعني احد الاشخاص اللي ظلمك في نادي العربي هو شوف انا ما ابي انا شوف خليني اقول لك شيء ما ابي انا يكون شيء شخصي انا اتكلم لا اتكلم عن صفته كرئيس النادي كرئيس النادي يمكن وقتها حتى ما كنت يعني التكريم هذا اللي تكرمته ما كنت استحقه كنت استحق الافضل انا جمهور العربي شو تقول عنه جمهور العربي كثر ما تتكلم راح توفيهم حقهم يعني جمهور العربي هني شفت التقدير اللي نابع من قلوب كل الجماهير طبعًا, طبعا اكيد يعني جمهور العربي يعني هم كانوا السبب الرئيسي انه باسم خالد غدوس الاسم اللي انا الحين عليه والناس عرفوني فيه جمهور العربي هم السبب نعم نشوف معك هالصوره صورة رادي مدرب منتخب في 2003 استبعدك المنتخب قبل بطولة العرب في 2003 مع انك حزتها كنت من ابرز اللاعبين بالكويت ليش؟ شوف سبحان الله ساعات يجي مدرب هذا تضحك صح سبحان الله ساعات يجي مدرب من الله كذي يعني خلاص بس اللاعب هذا خلاص ما يحبه من الله والله العظيم يعني ما في اي سبب كنا رايحين بوسان دورة الألعاب الآسيوية 14 قبلها كنا معسكرين بالصين كان صالح عصفور وقتها مساعد مدرب فكان صالح يقول لي عبد الله يذكره بالخير قال لي خالد شوية شد حيلك ترى المدرب كل ما تسوي شيء قال لي شوف خالد عبد الردوس ما قاعد يدي يعني يقول لي مثلا تخيل يقول لي التمرين دقيقة و30 ثانية إذا أنت اشتغلت دقيقة و27 ثانية ثلاث ثواني هذه توقف فيها يقول شوف خالد ما يسوي فقلت له ابو عبد الله مو معقوله يعني لهالدرجه يعني السالفه يعني
انا حسيت ان مستقصدك يمكن احمد يدري انا مو من نوع بس وياك انت باقي اللاعبين ما في اي مشكله حتى بعض اللاعبين بعدين لاحظوا ما في اي مشكله نهائيا فلعبنا ذاك اليوم تقسيمه مطر بالصين الملعب يعني الكره يلا تمشي تكنسل التمرين فصارت تقسيمه تحدي احمد تدري صار تحدي حتى وقتها اللي محكم التقسيمه الله يذكره بالخير لافي بخيت كان مشرف منتخب اداره الفريق يعني عرفت شلون يعني تخيل شنو الوضع يعني الوضع مطر وقاعدين فالمدرب كان واقف بعيد قاعدين يسولفون مو حالنا وانا شاد حيلي بالتقسيمه تحدي وقاعد العب دفاع ما ابي اخسر عرفت وصارت الكره وهجمت فيها صوب اليمين والكره وقفت بالماي وقفت مير يعني ما مشت الكره معاي وقفت بالماي ولا اشوف هذاك اللي داش داخل الملعب خالد لا شنو هذا سويت انا شنو هذا اطلع ما اعرف ايش ليش ملعب باصي فين انا حسيت انه استقصاد انا عصبت استقصاد الحين اقول شنو استقصاد فانا عصبت قلت شنو هذا لا صارخ لا 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 ارد الكويت واستبعده ما اعرف ايش وكذي وبعدين طخت الامور ورا الجسم ورا رحنا سافرنا كوريا مدرب يكشفك ولعبني مباراة الساعة 10 الصبح كان يبيك واضح انه كان يبيك مباراة ودية انا الحين شوف انا الحين عشان الوقت خالد كان يبيك واضح ومستقصدك عشان كذي استبعدك بالضبط بس ردينا عقب ما خلصنا بوسان عقب ما خلصنا بطولة بوسان والحمد لله لعبت فيها اساسي وتوفقت فيها وكنت من ابرز اللاعبين فيها رجعنا الكويت كاس العرب استبعدك أنا استبعدني شكرا لك خالد خلصت الفقرة مشاهدينا مواجهة أخرى مرتقبة في تورينو نشوف التقرير ونرجع نأخذ رأي محللنا مع ضيفنا خالد غدوس شفنا معاكم تقرير مباراة توتنهام اليوفي المباراة راح تكون الذهاب حمود في يوفنتوس أرينا واضح أن مباراة جميلة ممتعة لظروف الفريقين لخبرة اليوفي وصوله الموسم السابق لنهاية دوري الأبطال توتنهام مع بوكاتينيو لكن في غيابات لليوفي ديبالا مشكوك في وجوده متودي كوردادو حتى برزالي ممكن فشون بيتعامل أليجري مع الغيابات طبعا أكيد أليجري غادر على التعامل هذه الغيابات واليوفي عنده رصيد في يعني اثنين نهائي من ثلاثة عنده رن كبير في 22 مباراة هوم لما تقول ريال كم عنده مباراة هوم بالشامبيونز ليج ما خسر اليوفي عنده 22 مباراة تخيل على الملعب ما خسر عنده كذلك رصيد من 19 مباراة خسر بس أمام ريال وبرشلونة أنا أعتقد أليجري عنده كل الإمكانيات أن يعوض غياب اللاعبين يمكن متودي له تأثير كبير كودرادو على الطرف ممكن يفتح خط أتوقع مباراة ممتعة أتوقع تفوق اليوفي محمد منو الغياب المؤثر الأكبر في اليوفي الغيابات الأربع كلهم أساسيين بارزالي متودي ديبالا وكوادرادو كلهم أساسيين كلهم مؤثرين كلهم عجب بعد خسارة نهائيين اليوفي 2015 و2017 نفسيا شلون يقدر يحفزهم أليجري ولاعبينه أن هالسنة ممكن يبتسم الحظ وتكون الثالثة ثابتة في الوصول للنهائي وتحقيق البطولة مو بس أليجري لا تنسى نوايا بوفون يعني بوفون يكون احتمال تكون هذه آخر سنة له فإذا في تحفيز رأى موجود تحفيز دام بوفون معاهم بس شلون بيوصلوا للنهائي هني الكلام يعني الفرق تغيرت برشلونة صار قوي باريس قوي مدريد يرجع بأي لحظة فرق إنجلترا موجودة فأعتقد مباراة صعبة عليهم أنا ما رشحهم لما أنا رشح توتنهام بعد نعم حمود هل يملك توتنهام الخبرة أن يواجه فريق متمرس في دوري الأبطال في ملعبه في تورينو لا طبعا رصيد حتى توتنهام في هذه البطولة مرة واحدة وصل لأدوار 16 وهي ثاني مرة فما عنده ذيك الخبرة ولكن الآن واحد فرق أربعة اللي ما خسر في البطولة عنده فريق تكتيكي رائع عنده 15 هدف في هذه البطولة كلها من لعب متحركة قاعد يعطيك صورة بوكتينو شنو قاعد يسوي ما يملك الخبرة يملك الإمكانيات الكبيرة الفنية لكن صعب أن يتجاوز نضيف شغلة بس ويملك بوكتينو يعني أينا. صحيح مدرب متمكن خلينا نشوف معاكم تشكيلة السبيرس توتنهام واليوفي هذه التشكيلة واضح أن تشكيلة حاضرة أفضل اللاعبين ألدرفيلد ما راح يلعب راح يكون سانشيز مكانه تريبيا صحيح وديفيز اوكي نعم بس ريكسون الي سون راح يلعب سون يلعب هاري كان طبعا ايوه وهذا تشكيلة اليوفي محمد مانزوكيتش هيغواين ديجو
كوستا دوغلاس كوستا اي نعم سامي خضيره يعني هذا التشكيل المتوقع بالنسبه لي العناصر المتاحه بالنسبه للاجري هذه العناصر المتاحه وهي متوقع انه راح يشاركون نظرا للغيابات الموجوده عنده بوكيتينو مع توتنهام هذه التشكيله اللي استمر فيها في اخر ثلاث مباريات اربع مباريات اعتقد اللي راح يلعب فيها اساسا معنا حسن صباحك الله بالخير يا حسن السلام صباح الخير اخوي مشاري وعلى النجم الكبير خالد عبد القدوس تفضل انا عندي انا اتصلت والله عندي نقطه اخونا المحل الديحاني حمود كنا حمود حمود بس يعني جاي يقول قمصان ملونه وما ادري الظاهر كان يقصد ريال مدريد بالتحكيم ترى الموضوع التحكيم الكل مستفيد منه كل الانديه مستفيده منه بس انا بسأل سؤال عطنا مباراه مصيريه ريال مدريد استفاد منها ابي مباراه مصيريه استفاد منها ريال مدريد عن طريق التحكيم طيب حسن يعني بس حسن قبل لا ترد حسن بس حسن خل ارد عليه بايرن ميونخ اختار التحكيم كان سيء على الفريقين بس لا بس هي اهداف يعني اخوي مشاري مباراه ريال مع مانشستر وطرد ناني بس خل اكمل لك الهواء يا بعد قلبي زين بخصوص مباراه بايرن ميونخ ترى الخطا كان على الفريقين زين احنا يعني ما نبي نتكلم اذا لما تتكلم عن فضيحه او بالهمز واللمس كذي تتكلم عن فضيحه نفس برشلونه وتشيلسي طيب حسن بس قبل لا تروح اللي عارف انك تشارك على طول انت برشلوني عدل لا انا ما ادري ما راح اقول لك اخوي مشاري تخصص ناصر عمران زين بس حمود يقول تخصص ناصر عمران قول اخوي مشاري اخر نقطه بس احنا اخوي حمود ديحاني اذا انت بتتكلم عن التحكيم والتحكيم انا مستعد ابطل وياك ملفات السير بالش اسمه لما طيب. كان مدرب اوكي كل شكرا لك معنا عبد الله صباحك الله بالخير صباحك الله بالنور حياك الله يا عبد الله تفضل اذا حسن تخصص ناصر العمران انا تخصص حمود ديحاني كوني مش استراوي اوكي عبد الله تخصص حمود ديحاني تفضل يا عبد الله اخوي حمود انا عندي سؤال صراحه انا دقيت عليك امس وبطلب منك طلب على الهواء مباشره ابيك تحطي تشكيله مانشستر الاساسيه اللي ياخذ فيها الطارق هالسنه هالموسم هالموسم ابي اطلع اتوقع اعطاك اياه من الاخير قال لك صعب ان شاء الله مش صعب السنه اللي طافت طلع من الدوري وتفضل حق اليوروبا ليج وحصل كلام سليم تفرغ حق البطوله صحيح خلاص الدوري راح يركز مورينيو على ابطال اوروبا ما ادري احمد عجب مو عاجبه هالكلام بس ان شاء الله راح يحقق ابطال اوروبا احمد عجب ما احتار ليش ما قلت لي حط لك تشكيله ليفربول تاخذ البطوله لا ان شاء الله ياخذونها يا عبد الله ان شاء الله كل شكلك يا عبد الله ردك على التشكيله طبعا بعيد عن التشكيله اول على اخوي حسن اللي هو حسن تخصص ناصر عمران قلنا طبعا اكيد نضحك مع اخوي حسن هو اضافه كبيره للبرنامج انا قلت في سوء اداء ريال الان ما راح يقدر يتجاوز باريس الا بمساعده اصحاب القمصان الملونه لكن ريال اكيد تاريخ كبير وهذا من على اي اساس بدات هذا الشيء تقطع لان مو يعني في سابقة مثلا طبعا في سوابق مو طبعا مو مجال نرجع مجالها الان في سوابق كثيره نرجع وعبد الله راح يعطي تشكيله حلقه ثانيه نعم نرجع للنقاش لكن وصلنا وياكم مشاهدينا لفقره 1 2 ايضا معك ضيفنا خالد القدوس ننتقل معاكم ل 1 2 خالد افضل صانع العاب عاصرته احمد موسى ام محمد شراق احمد موسى من الافضل مهاريا خالد خلف ولا علي عمر علي عمر افضل حارس دولي بالنسبه لك شاب كنكوري ام نواف الخالدي نواف الخالدي الجيل الافضل لمنتخبنا جيل 82 ولا جيل 98 82 المدافع الافضل بالنسبه لك اسامة حسين ولا محمد بنيان اسامة حسين افضل مسدد ضربات ثابته في العربي احمد عسكر ولا عبد الله بلوشي احمد عسكر افضل من عبد الله بلوشي مسدد ضربات حره ايه ثابته ايه ثابته افضل مدرب وطني درب العربي فوز ابراهيم ولا احمد خلف افضل من وطني ايه مدرب وطني درب العربي فوز ابراهيم ولا احمد خلف توهقت فوز ابراهيم بشار استفاد اكثر من وجود الهويدي معاه مع المنتخب ولا الهويدي استفاد من بشار الهويدي استفاد من بشار ما تشوف انها كلمه كبيره يعني بالنسبه لك تقول ان الهويدي استفاد من بشار رايي نادي كنت تتمنى انك تلعب وياه بالكويت غير العربي غير العربي اكيد العربي طيب اوكي غير العربي عندك الكويت القادسيه كاظمه السالميه نادي خليجي غير العربي يمكن نادي السالمية نادي مستحيل تلعب وياه بالكويت القادسية احترام من الجماهير نادي عربي كرت أحمر تعطيه شخصية رياضية منو
شخصيات كثيرة. اي الأبرز. شخصية رياضية، لاعب، محلل، مدرب، إداري، شخصية رياضية. كرت أحمر. يعني أنا كل الإجابات كنت سريع فيها إلا هالسؤال. قاعد تفكر. يعني. إيه؟ لا مو أنا قاعد أفكر. يعني خلك فيك جرأة بالرد. كمل هالأخير. ما أبي أحد يزعل يعني. ما أبي أزعل أحد يعني. على على راحتك. شنو قصة ناكل المعروف؟ نفس القصة اللي تكلمنا فيها قبل شوي يعني موضوع التكريم. بعد ما ثار الموضوع ملعب الوطن، رئيس النادي جمال الكاظمي رد عليك وقال لك ناكر معروف. طلع لي بحث الصحف كتب اني انا ناكر المعروف، فانا بس وقتها رجعت تكلمت ان ليش ناكر معروف. قال ان خالد هد النادي العربي علشان وراح نادي الشباب انتقل بفلوس. كنا بكيفي كان من اسرع الضيوف في ردك على الوانتو. احمد عجب عندك تعليق؟ عندي تعليق والله جريء جدا حيل. يعني راح تصير له مشكله مع شهاب ونواف هذه اكيد. ما يتفاهمون عاد. جاسم وبشار اكيد. تراق واحمد موسى اكيد. يعني انت فالله يعين الامانه. نعم احمد عظمي، توقعك لمباراتين الابطال، بازل مانشستر سيتي، بورتو ليفربول يوم الثلاث. اتوقع سيتي مخلصها من المباراه الاولى، ليفربول على حسب الاجواء. إيه ليفربول عفوا الاربعاء، بازل السيتي الثاني. إيه ليفربول السيتي خلص المباراه من المباراه الاولى. ليفربول صعبه، يا يفوز يا يخسر. ما اعطيتوني توقعاتكم مباراه توتنهام اليوفي. انا قلت لك توتنهام. توتنهام محمد سير على السريع. اليوفي. اليوفي وليفربول والسيتي. السيتي طبعا وبورتو. اتوقع بورتو. بورتو. وانت توقع ليفربول راح يطلع يمر بفورمة مميزة من شهر 10 ما خسر ولا مباراة. فك نفسك من عجب واضح عشان كاسياس. عشان كاسياس. عشان كاسياس. احمود اتوقع اليوفي على توتنهام، واتوقع بورتو على ليفربول، والسيتي على مانشستر. طبعا الثاني اتوقع زاد شويه امنيات. امنيات خالد غدوس. اتوقع المباراتين تعادل راح يكون فيها سيتي وليفربول. لا السيتي راح يفوز. السيتي يفوز على بازل. اقصد اليوفي و توتنهام توقع فيها تعادل، ومباراة ليفربول راح يكون فيها تعادل. نعم الجولة الأولى. مرحلة الجولة الأولى يعني. ردك على كلام أحمد عجب إنه ممكن يزعلون عليك اللي ما اخترتهم، مع أنها هي أفضلية نسبية. بالضبط يعني أحمد يدور السؤال. وعرفت شلون يعني. لا لا ما أنا خالد والله أنت ترى واحد كل الربع اللي جو قاعد بهالكرسي ما تردد والله ولا سؤال تردد. إن شاء الله تبارك الله أحييك على شجاعتك والله. شجاع جد شجاع. ليش ما تقول هذه افضليه؟ لا على ترى ساره هي افضليه بسيطه. مساري كان يكلمني كان يكلمني كل يوم شنو الفقره شنو ما قال لي. وش بس هيل بقول لك شغله، كل الربع قاعدين انتم كلكم موجودين شفتوا يعني الوانتو بالذات. في ناس يترددون. كلهم تردد، ما في ناس يعني، في ناس قاعد يغير. واضح ان محمد سهيل خاف من دربه. لا حشا والله والله ولا قال ولا والله ولا شيء قلت ولا سؤال. الاعداد وصلنا الختام، ونشكرك على سعه صدرك ويانا خالد واثرائك في حلقه اليوم. أنا سعيد صراحة بتواجدي معاكم أنت، ويعني وإن شاء الله كنت ضيف خفيف يعني عليكم أنت وعلى السادة المشاهدين. نورتنا وكل الشكر لك خالد الدوس. الشكر موصول لروادنا، يعطيكم العافية على إثراكم ووجهات نظركم المختلفة. وإن كانت محمد سير يعني شوية العاطفة. لحظة في نقطة ما ذكرتها، المتصلين كلهم متجهين لناصر عمران يا حمود، وتقولون أنا لسوي مشاكل. تقول أنا لسوي مشاكل. الشكر موصول لكم مشاهدينا على متابعتكم ومشاركاتكم واتصالاتكم. موعدنا جدد بإذن الله يوم الأحد القادم في وانتو. نقولكم مع السلامة.